السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وأوقاتكم كلها بالخيرات والطاعات والمسرات. ومرحبا بكم أيها الإخوة الأحبة والأخوات الفاضلات في هذا اللقاء المتجدد الذي يجمعني بكم على مائدة كتاب الله تبارك وتعالى في مجالسنا الموسومة بتأملات في آيات، في مجلسنا 78 بعد 500,000، وهو المجلس 63 بعد 200 من مجالس زبدة التأويل الأثري من مختارات الإمام الطبري، ومع الجزء 87 من الآية 83 في قوله تبارك وتعالى: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، من تمام قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ففي هذا المجلس سيكون تمام الآية، وهو ما قال فيه أبو جعفر رحمه الله تعالى: وهذا خبر من الله. إذن هذا الجزء 7 من هذه الآية خبر، يخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن شيء. وهل هذا الخبر عن ماض أم عن حاضر حين نزول الآيات أم عن مستقبل سيأتي؟ لأن الأخبار إما عن ماضي وإما عن حاضر وإما عن مستقبل. والحقيقة أن هذا خبر عن ماض وعن حاضر حين نزلت الآية في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ونقل أبو جعفر 3 أوجه لهذه الآية: أنها عامة، وأن بعضها عام وبعضها خاص، والوجه الثالث أنها خاصة كما سنبينه بالتفصيل. قال: وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن يهود بني إسرائيل أنهم نكثوا عهده ونقضوا ميثاقه. فهؤلاء اليهود هذا ديدنهم، نقض العهود والمواثيق، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، وأقربها أمس أعطوا أهل شمال غزة أمانا أن يتحركوا من شمال غزة إلى الجنوب، وخرجوا، وما أن بدأت الحركة حتى جاءت الطائرات وقصفتهم، فقتل أكثر من 70 طفل وامرأة. هذا أمس، جريمة أمس. فهم في نقض العهود والمواثيق لم يسبق لهم مثيل، ولن تجد البشرية مثلهم. نسأل الله عز وجل أن يريح البشرية من شرهم. فهم نكثوا عهده ونقضوا ميثاقه بعدما أخذ الله ميثاقهم على الوفاء له بأن لا يعبدوا غيره. أخذ ميثاقهم أن لا يعبدوا غيره فعبدوا غيره. من عبدوا؟ اليهود. وقالت اليهود: عزير ابن الله. عبدوا عزير من دون الله، وقالوا: نحن أحباء الله ونحن أبناء الله وأحباؤه. فنقضوا عهودهم معه بأن عبدوا معه غيره، وعلى رأس ما عبدوا عزير
وعبدوا أيضا معه غيرهم. ماذا عبدوا أيضا؟ ما لكم؟ عبدوا العجل، اتخذتم العجل من دون الله، اتخذوا العجل من دون الله، عبدوا العجل وعبدوا عزير وعبدوا الملائكة، فهم يقدسون ميكائيل لأنه يأتي بالرزق والمطر والخير، ويعادون الوحي جبريل عليه السلام، قالوا هذا عدو الله، هذا عدو اليهود من الملائكة. فرد الله عز وجل عليهم قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فهم عبدوا معه غيره، عبدوا عزيرا وعبدوا العجل وعبدوا المال ذهب، وأخذ ميثاقهم أن يحسنوا إلى الآباء والأمهات وبالوالدين إحسانا، وأن يصلوا الأرحام وذي القربى واليتامى والمساكين، أن يتعطفوا على الأيتام ويؤدوا حقوق أهل المسكنة إليهم. فماذا فعلوا؟ بدأ أن يتعطفوا على الأيتام، جعلوا الناس يصيروا أيتاما، يعني الآن وصل القتلى منذ يوم السبت الماضي إلى اليوم حوالي 3000 قتيل في غزة، منهم أكثر من 1200 طفل وامرأة، أطفال رضع. فهم يجعلون بدل أن يتعطفوا على اليتامى يجعلون الأطفال يتامى، ويجعلون النساء ثكالى، ووصل الجرحى إلى أكثر من 7000 جريح. فهم بدل أن يتعطفوا على الأيتام ويؤدوا حقوق المساكين، هم يجعلوا الناس مساكين ومصابين وفقراء. الذي تتعطل يداه أو رجلاه أو بعض أعضائه سيصبح فقيراً وليس مسكيناً فقط. وأخذ ميثاقهم بأن يأمروا عباد الله بما أمرهم الله به، ويحثوهم على طاعته، وقولوا للناس حسنا. وها هم الآن في هذا الأسبوع الذي نحن نعيش فيه، ما جعلوا، ما تركوا كذبة إلا كذبوها، وما جعلوا زورا إلا قالوه. جاءوا بكلب محترق وقالوا هؤلاء، هذا طفل حرقه الإرهابيون، وليس هناك إرهاب على وجه الأرض وهم موجودون. وأثروا بأكاذيبهم، الإعلام هذا الآن، الإعلام كله كأكاذيب، أثروا به على كثير من العالم، من رأس العالم، رئيس أكبر دولة في العالم فما دون، يستمعون إلى أكاذيبهم وإلى باطلهم. وسائل الإعلام، محطات تلفزة وصحف، فهم بدل أن يقولوا للناس حسنا يقولون أسوأ ما عندهم للناس، ويقيموا الصلاة بحدودها وفرائضها، فلا صلاة ولا عبادة، وصلاتهم صلاة وثنية لا علاقة لها بصلاة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويؤتوا زكاة أموالهم لا يعرفون شيئا من العطاء أصلا، إنما يعرفون الأخذ، ضربت عليهم الذلة والمسكنة، يتمسكنون حتى يأخذوا من العالم كل ما يستطيع الوصول إليه، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. فخالفوا أمره في ذلك كله منذ أن كانوا قبل آلاف السنين إلى لحظتنا هذه التي نعيش فيها، وتولوا عنه معرضين، معرضين عن كل آيات الله الكونية والشرعية
وعن كل من جاءهم يذكرهم بالله تبارك وتعالى، إلا من عصمه الله منهم وهم قليل، وقليل ما هم، ليسوا سواء من أهل الكتاب، أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروا. هؤلاء القليل، إلا قليلا منكم، هؤلاء القليل الذين وصفهم الله عز وجل في آيات سورة آل عمران التي ذكرناها. فمن عصمه الله منهم فوفى لله بعهده وميثاقه، وهم قلة قليلة لا تكاد تذكر. ومنهم طبعا على رأسهم عبد الله بن السلام رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل الذي أسلم وآمن، وصفية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، صفية بنت حيي بن أخطب. فمنهم ذكورا وإناثا قلة قليلة أسلموا وآمنوا، وهم الذين أشار الله عز وجل إليهم بقوله ليسوا سواء من أهل الكتاب. ثم ساق بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لما فرض الله جل وعز عليهم، يعني على هؤلاء الذين وصف الله أمرهم الماضين في كتابه من بني إسرائيل، هذا الذي ذكر أنه أخذ ميثاقهم به توحيد البر الإحسان والتعطف على اليتامى والمساكين، القول الحسن، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، ستة أشياء المذكورة في الآية يعني، وإلا أخذ عليه مواثيق غير هذا. أعرضوا عنه استثقالا وكراهية، استثقالا هذا الشيء ثقيل علينا، وكراهية أمر الله تبارك وتعالى، وطلبوا ما خف عليهم إلا قليلا منهم، الغالب عليهم إلا قليلا معناته الأكثر، سموه مفهوم المخالفة. إذا هذا هؤلاء القليل، إذن الأكثر هم هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل الذين نقضوا عهده. إلا قليلا منكم، وهم الذين استثنى الله عز وجل، فقال: ثم توليتم. ليس هذا فقط أنهم نقضوا العهد والميثاق، أيضا تولوا، أعرضوا، أي أعرضتم عن طاعتي. إلا قليلا منكم، فإن القليل الذين اخترتهم لطاعتي، وسيحل عقابي بمن تولى وأعرض عنها، أي تركها استخفافا بها، استخفوا أوامر الله فتركوها. هم استثقلوها في الفرض واستخفوا بها، يعني في تركها، استخفوا تركها واستثقلوا فعلها. ثم ساق بسنده عن ابن عباس مرة أخرى بسند آخر قال: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، أي تركتم ذلك كله. هذا قول ابن عباس رحمة الله عليه ورضي الله عنه، أنهم تركوا كل ما أمروا به إلا قليلا منهم. القول الثاني قال: وقال بعضهم، ولم يسق من هم بعضهم، ودائما أبو جعفر حين لا يصرح بمن هم الذين يسوق عنهم، في الغالب يشير إلى بعض الفرق كالمعتزلة أو الخوارج الإباضية أو الرافضة، فلا يذكرهم بصفاتهم، يشير إليهم إشارة.
وأحيانا يوافقهم وأحيانا وأكثر ذلك أنه يخالفهم. وقال بعضهم عن الله جل ثناؤه بقوله وأنتم معرضون، يعني اليهود الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هؤلاء الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الأولين كانوا ماذا؟ نقضوا الميثاق والعهد، والذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أعرضوا عما جاءهم به نبينا صلى الله عليه وسلم. وعنى بسائر الآية أسلافهم، كأنه ذهب إلى أن معنى الكلام ثم توليتم إلا قليلا منكم، ثم تولى سلفكم إلا قليلا منهم، ولكنه جعل خطابا لبقايا نسلهم على ما ذكرنا فيما مضى، حين يذكر من مضى. وهذه الآيات جاءت بعد آيات عديدة في بني إسرائيل، فحين يذكر أسلافهم كأنه يذكرهم بأسلافهم، لأنهم على نفس خطى أسلافهم. من هم؟ اليهود الذي كانوا في المدينة في زمن نزول الآيات، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه يقول لهم أسلافكم فعلوا كذا وأنتم تفعلون كذا. فهي في الأسلاف الماضين خبر عن الماضي وخبر عن الحاضر حين نزول الآيات. ثم قال وأنتم يا معشر بقاياهم معرضون أيضا عن الميثاق الذي أخذ عليكم بذلك، وتاركوه كما تركه أوائلكم. ففيها تخصيص للأسلاف، للحاضرين الذين كانوا حين نزل القرآن، وفيها تعميم على الأسلاف الماضين. هذا القول الثالث، الثاني عفوا، قول ابن عباس كان على أن هذا متعلق بمن مضى، وهذا القول الثاني في من مضى من بني إسرائيل وفي من كان حاضرا حين نزول الآية. قال أبو جعفر وقال آخرون بل قوله ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون خطاب لمن كان بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهود بني إسرائيل، وذم لهم بنقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم في التوراة، في الست أشياء التي ذكرناها: توحيد، أعيدها مرة أخرى، التوحيد، البر، التعطف على اليتامى والمساكين، القول الحسن، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وتبديلهم أمر الله وركوبهم معاصيه. وهذا عام في كل ما أمرهم الله عز وجل به غير هذه الستة الخاصة. وأهم هذه الأوامر أن يتبعوا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم حين يبعث، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهم يعرفونه حقاً معرفة أنه رسول الله، ولكنهم تولوا. ثم توليتم إلا قليلا منكم، عبد الله بن سلام، صفية، وأنتم معرضون. فهناك من ذهب إلى أنها خاصة في اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، يهود خيبر، يهود وادي القرى، خاصة بهم وليست في أسلافهم. والراجح عند أبي جعفر هو ما ساقه عن ابن عباس في أنها في من مضى من وجه وفي من حضر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه.
هذا بالنسبة لباقي الآية 83. أما الآية 84 فسيكون لنا معها مجلس قادم إن شاء الله. حتى يحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أتوقف هنا وأبدأ بعد دقيقة بالشرح اليسير المفهم لمختصر صحيح الإمام مسلم، فلا تذهبوا بعيدا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحبة والأخوات الفاضلات في المجلس 66 67 بعد 300,000 من الشرح اليسير المفهم بمختصر صحيح الإمام مسلم. ولازلنا في كتاب اللباس والزينة، وقد أورد فيه الإمام المنذري في مختصره حديثين في باب كراهية الستر، يعني الستارة، هذا ستر. الستر فيه التماثيل وقطعه وسائد. أورد فيه حديثين عن عائشة، وهذان الحديثان إما أن يكون في حادثة واحدة وإما أن يكون في حادثتين. سنقرأ الحديثين ثم نوجه. فالحديث الأول رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسنده عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. السهوة، لاحظوا الأبواب فوق الأبواب كلها نتوء في داخل الجدار، هذا يسمى سهوة، كالكوة تكون الذي فوق الأبواب، هذه كلها تسمى سهوة. فمثلا هذا الذي ينزل منه الماء هكذا، هذه سهوة لا تكون نافذة، يعني ليست نافذة، إنما هي مغلقة، سواء كانت بزجاج أو بجدار أو تسمى إيش؟ سهوة. هذا الذي في الماء يعتبر سهوة. قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي. سهوة كما قلنا مثل تلك، سترتها بماذا؟ بقرام، ستارة فيه تماثيل، عاني عليه صور. الستارة ما بيكون تمثال مجسم، إنما بيكون صورة، فالتماثيل هنا بمعنى إيش؟ الصور. وسيأتي في الحديث التالي هذه الصور ما هي، وهي صور الخيول ذوات الأجنحة. كان في تصور عائشة رضي الله تعالى عنها أن الخيول، خيول سليمان عليه السلام، كانت لها أجنحة، هكذا كان في تصورها.
وكأنها كانت سمعت شيء من ذلك، لكن مش من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من النبي أن الخيول لها ذات، أنها ذوات أجنحة. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، رأى هذا القرام الذي يستر الكوة، هذه السهوة، هتكه، قطعه، وتلون وجهه. في بعض الروايات أنه لم يدخل البيت حتى رفعته ثم هتكه، وتلون وجهه يعني غضبا وكراهية لما رأى، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. طبعا بالتأكيد أن هذا الذي كان في هذا القرام لم يكن من صنيع عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن عائشة لا يعرف عنها أنها كانت رسامة وكانت ترسم مثل هذه الأشياء، إنما لعلها اشترته أو أهدي إليها، لكن هي التي سترت السهو بالقراءة، أما ما هي التي رسمت. ومع هذا قال: أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهؤون بخلق الله، الذين يرسمون مثل هذه الرسمات ويصورون مثل هذه التصاوير. وإن لم تكن عائشة فعلته بذاتها، ولكنها أعانت على وجوده بإيجاده في بيتها، فكأنها هي التي فعلت هذا الفعل. وهذا من باب: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتعاون على الإثم والعدوان كأن الإنسان الذي يفعل هذا يعين على الإثم والعدوان، كأنه يفعل الإثم والعدوان. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين، يعني قطعوا هذا وجعلوا منه وجها لوسادة أو وسادتين. ودل هذا على أنه إذا صار هذا، هذه الصورة صارت ممتهنة، يجلس عليها، تمتهن، توطى، فمعنى هذا أنه يجوز إذا امتهن، لأن الحديث فيه قاعدة سد الذرائع. سد الذرائع عن إيش؟ عن الشرك، لأنه أول شرك الناس كان بالصور، كما في سورة نوح: في وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: كانوا رجالا صالحين، فقال لهم الشيطان: صوروا لهم تصاوير حتى لا تنسوهم، فصوروها. الجيل الذي أتى بعدهم قالوا: ما صوروا هذه إلا لأن لها مكانة، فعبدوها من دون الله، فكانت ذريعة للشرك. فحتى لا تكون هذه الستائر التي فيها هذه التماثيل، يعني الصور، ذريعة للشرك، إذا وطئت وامتهنت فسددنا قاعدة، أو عفوا سددنا ذريعة الشرك. هذه الحادثة قد تكون تكررت، أو تكون نفس الحادثة، لكن رووها عن عائشة بصفة أخرى، وهو الحديث التالي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سفر، وقد سترت على بابي. احنا قلنا هذه سهوة الفوق، ممكن تكون الذي سترته السهوة والباب، هذه سهوة وهذا الباب، تكون كبيرة. وهذا الذي يبدو من ايش؟ من العبارة او من اللفظة التي استخدمتها، قالت: وقد سترت على بابي درنوكا. الدرنوك ستارة هذه، لكن تكون خميلة، تكون غليظة، مثل هذا، يمكن أن توضع على
الباب أو على السهوة، وممكن أن تكون بساطا يستخدم. فهذه درنوك، هذه التي نصلي عليها، واحد يناولني إياها، واحد من الشباب الصغار، تعال. فهذه أو ما هو أخمل منها يسمى إيش؟ درنوكا. فهي وضعتها على الباب وعلى السهوة. طبعا احنا حتى التصوير يرونها. قالت: وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة. التماثيل التي في الحديث السابق، يعني الصور التي في الحديث السابق، هي الخيل ذوات الأجنحة. كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تتصور أن سليمان عليه السلام كان له خيل ذوات أجنحة، فكأنها طلبت ممن يفعل هذا أن يصور هذه الخيل بهذه الصفة. قالت: فأمرني فنزعته. فالظاهر أنها نزعته، والنبي صلى الله عليه وسلم هتكه وقطعه كما في الحديث السابق. علاقة الحديث أو الحديثة، علاقة الحديثين بالباب علاقة نصية. الستر فيه التماثيل وقطعه وسائد، نص موجود في الحديثين. فالعلاقة بين الباب وبين الحديثين علاقة نصية، والعلاقة بين الباب والكتاب علاقة استنباطية. الكتاب كتاب اللباس والزينة، وهذا الباب كراهية الستر، وهذا هو الستر، فيه التماثيل بمعنى الصور وقطعه وسائد. استنباط، استنبط الإمام المنذري رحمة الله عليه هذا الحكم من خلال كتاب اللباس والزينة. بارك الله لي ولكم فيما قرأنا وفيما سمعنا، ومع الحديث 68,300,000 في مجلس قادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.